انا مش هبقى سعيد الا لما اتجوز، انا مش هبقى سعيد الا لما اشتغل في الشركه الفلانيه، انا مش هبقى سعيد الا لما اخس، انا مش هبقى سعيد. لا، ابدا واستمتع، لانك ممكن تموت وما توصلش اصلا، بس يكفي انك هتقابل ربنا. انا عملت كل اللي عليا يا رب، وجيت النهارده، جيت بعد، وصلت بعد شهر، مش مهم. ودي من اجمل الحاجات اللي بتخلي عقلك يرتاح، وتحس انك انت مش عندك ضغط نفسي، انا هموت عشان اخلص الفصل الفلاني. يا عم ابدا واشرب واحد كابتشينو كده وظبط نفسك، وتيجي النهارده، تيجي بكره، تيجي بعد مش بكره، مهم. مش مهم، بس طالما بدات انا وصلت. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني صحيح. طالما انت نويتي، انت ليك اللي نويتيه، بس العقل والشيطان بيلعب معانا لعبته الفظيعه، انه يربطنا دايما بالنتيجه عشان نفضل عندنا عدم الراحه، وان انا ابقى مش شعلق من ان انا مش هستمتع الا، وهي فوبيا اسمها الا، او وهم اسمه الا لما اوصل، الا لما اتجوز، الا لما استمتع دلوقتي، لان العمر ممكن ينتهي في لحظه. ولما العمر ينتهي في لحظه، على الاقل انت خلاص وصلت. دايما حتى بقول ان اصعب لعب لعب متسلق الجبال، ورغم كده اتعس لحظاتهم وقت ما بيوصلوا، لان مفيش قمه اعلى من القمه اللي وصلوا لها. فاصلا الحلم في حد ذاته متعه. ايه القمه اللي جهاد عايزه توصل لها؟ بصي انا مفتوحه، يعني انا حلمت في يوم، مش كنت حلمي ابدا ابقى برلمانيه، ولا بقى كنت دايما اقول ايه، الناس بتقول عضو مجلس الشعب ده حاجه، وانا ما كنتش باحلامي ابدا ابقى كده، لان انا عارفه ان هي مش مسؤوليه تشريفيه، يعني حاجه شرفيه، لا هي مسؤوليه تكليف كبيره. ومسؤوليه. انا وانا بحلف اليمين قلبي كله بيترعش، لاني انا بحلفه مش قدام الشعب، قدام ربنا. يعني بقول يا رب انا بعهدك اني انا ها 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 يعني هعمل كل ما في وسعي اني انا احافظ على مسؤوليه الشعب، وارعى الشعب رعايه كامله. لا، مسؤوليه رهيبه. كنت من احلامي ابقى مدربه عالميه في مجال الطاقه والتنميه البشريه، واقف على مسرح كبير على مستوى العالم، مثلا زي وين داير، زي لويز هي، واحكي حكايه جهاد ابراهيم، حكايه بنت من اعماق الريف، كانت من اسره، يمكن بس كنت طول عمري اكتب على حيط بيتنا دكتوره جهاد ابراهيم. دي العربية ده اللي كان نفسك العربيه كنت بموت فيها، مش عارفه ازاي دخلتها اصلا. يعني فكنت بحلم، كنت عايزه ابقى كده، عايزه ابقى من الناس المؤثره، الناس الملهمه، الناس اللي عندها رساله حياه. بص ده شريف بقى. دي أجمل رسالة حياة على فكرة. اه الصورة دي رسالة حياة، برافو رسالة عليك. أمل ورسالة تفاؤل، صح. وللناس اللي هم فشلوا في ان هم يحبوا نفسهم، مش مطلوب من الاخرين ان هم يحبوكوا طالما انت مش عارف تتصالح مع بالظبط، نفسك مش وتحب ممكن نفسك. اصلا حد، يعني انت مصدقه ان واحد هيجي يقول لك بحبك وحشتيني وانت كارهه نفسك؟ مستحيل، لا طبعا مش ممكن. مستحيل. عمر ما جوزك هي هي شريف هي بيقول لي كلام حلو. اه طبعا. وبعدين اصلا انا ثقه، انا عندي نظره ثقه، يعني عندي طاقه ثقه جباره. يعني عارفه، اولا انا بنت بعامل ربنا كويس جدا، براعي ضميري كويس جدا في كل حاجه، وانا داخله المطبخ اقول مش بطبخ للشريف، انا بطبخ عشان ربنا يرضى صحيح. عني، عشان انا ارضاء الناس غايه لا تدرك. لو قعدنا عشان نرضي الناس عمرنا ما هنرضيهم. طب ارضي ربنا ونفسك، هم دول المضمونين اصلا. خلاص هو ده اه، وكفى. وانس انك بترضي ربنا ونفسك، الغريبه ان الاخر بيرضى عنك، الغريبه ان الاخر هيرضى عنك. وانس انك بتقعدي تتلهفي عشان ترضي الاخر، مش هيرضى عنك. وكده لما تجيلي حد اقول له بص سيبك من الاخر، الاخر ده حماده وانت حماده تاني خالص، ركز معايا، عايز ايه؟ عايز اوصل للحلم الفلاني. خلاص اتعامل كانه مش موجود اخر، يعني خليك انت الاخر ده تابع خدام في كون ربنا اصلا، الاخر ده ربنا هيجيبه لك من قفاه، بس ركز عايز ايه. واحده اتنين خلاص، انسى ان معاك حد، انسى زوجك، انسي مراتك، انسي وعيشي معايا. واحد اتنين تلاتة، ربنا قال عشان توصل لحاجة معينة اعمل واحد اتنين تلاتة، يقوم تعمل اللي انا بقولها عليه. في السحر ان جوزها يعملها كويس، السحر ان احلامها تتحقق، ما هو ده القانون. وفي انفسكم افلا تبصرون، انا بعشق الايه دي. انتوا مش مركزين. وفي انفسكم كلمه السر جوانا اصلا مش من بره، كلمه السر مش عند جوزي عشان يرضى عني، ولا مديري يرضى عني، مع انه مرضي، يعني ما براحته. اعمل اللي عليا وخلاص. برافو، اعمل اللي عليا. والرائع ان لما بعمل اللي عليا الاخر بيبقى مستمتع اصلا، والاخر طاقه. اللي بيني وبينك ده مش فراغ، آه. واللي بيني وبين جوزي مش فراغ، صحيح. واللي بيني ممكن تفكري في واحد في امريكا، في استراليا، وفي نفس اللحظه يكلمك، لان مش بيننا فراغ، اللي بيننا طاقه. وانس انك بتبعتي له مشاعر ثقه ومشاعر حب، بتلاقيه لا ارادي عايز يعمل لك اللي انت عايزاه. وانس انك بتكوني بتغلي والناس بتقول ايه ده ما تكلمش، لا حبيبي الحياه مش حياه كلام. يعني انا ممكن اكون بكرهك كره عمى، وطول النهار اقول لك قصائد شعر وانت ما تحسيش بكلامي، لانك انت شفنا من ده كتير. اه، فعشان كده بقول لك دايما استخدمي مفتاح القلب. مفتاح القلب لا يكذب ابدا. ايه هو مفتاح الحياه؟ القلب.